أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مرة أخرى وبرنامج بصمة قانونية. حقيقة السيد اللواء أتكلم عن موضوع الجريمة، جريمة حرق المتهم لزوجته، وراح نشوف شنو التفاصيل شلون ارتكبت، وإذا المتهم حاضر خلي يجيبونه. انت اي مواليد؟ 93. نعم، احكي لنا عن جريمه حرق زوجتك. استاذ واستفسل وعادي وطبيعي واحكيها كما هي. اول مره اخذتها من البيت طلعنا للزياره. لا اول شيء تقول لي مو هيك، بيتكم وين؟ بيتنا بالسده. ايش وقت طلعت هيك؟ استرسل لي انت، مو انا اسالك، انت استرسل براحتك. بيتكم وين انتم؟ بيتنا بالسده. تمام. طلعنا للزياره بنات الحسن. يا يوم يا شهر؟ يوم 12/4. تمام. بالليل طلعنا هيك. بس انت وياها رحتوا؟ بس لا، انا وياها وبيبيتي ومرت عمي. اي وضح لي هيك اريد. اي انت وياها وبيبيتي بعد ومرت عمي. عندك اطفال؟ نعم. ايش قد عمرك؟ ابني. ايش قد عمره؟ عمره سنه ونص. وياكم كان؟ وياي كان. تمام. اي هاي الاسئله راح بعدين اسالك بها. وزرنا وكملنا ورجعنا نريد نروح للصيدليه. لا رجع، بس انت لا تطفر، لا تطفر بالكلام، واحده واحده. انتم رحتوا زرتوا؟ تمام. نعم استاذ. كليتكم هاي المجموعه؟ نعم. ماشي، وكملتوا رجعتوا نفس المجموعه رجعتوا بس انت وياها؟ لا بس انا وياها. تمام، ليش بس انت وياها؟ الطفل وين؟ الطفل خليته بالبيت. بالبيت ما سكت ويانا؟ ورا ما رجعنا من الزياره رجعت للبيت. ها يعني كملتوا الزياره رجعتوا للبيت وطلعتوا مرت الاخ؟ نعم صار. نعم هيك. كمل. اي كمل. خلنا اديت الحبل على رقبتها وخنقت. لا اول شيء الحبل جابك بالسياره لو وين لقيت الحبل؟ اي صار. يعني انت مخطط لي قدام انه عندك زين، ليش انت قتل الزياره قبل تقتله؟ شنو تزورها اللي راح تنقتل مثلا؟ شنو ما فهم؟ لا استاذ ماكو. لا عاد ليش انت قتل الزياره ولا قتلتها؟ انا هذا شيء ما قاعد افتهمه من عندك. والله صدق ماكو شيء. المهم رجعت للبيت واخذت هذا البنيه والحبل انه وياك ما اخذه مو؟ صار هي السفيفه بالسياره ما سحب مخليها بالجنطه. صار؟ شديت الحبل على رقبتها. تمام. ماتت. تمام. ايش سويت بعد؟ لبيتها بالقاع. احترقت. لا مو احترقت، شلون احترقت؟ شيلي يابا. شيل تفاصيله، جيت لي. منين جبت منين جبت مادة الحرق؟ شنو هي المادة الحرق اللي حرقتها فيها؟ عندي بنزين بالسيارة المولدة. نعم. ماخذه. تمام. شوي انذب الكراتين ووسخ هيش المنطقة بيها تكرم زبالة. ايه. واحترقت. ورا ما احترقت شديتها بالقونية ذبيتها بالشط. لا يعني احترقت انتهت يلا خذيتها بالقونية لو شلون؟ مو كلها يعني بقى بيها. بقى بيها. شديتها بالقونية. ورا وش سويت ورا ما شديتها بالقونية؟ ذبيتها بالشط. شلون طريقتها؟ رميتها وحدك شريتها ذبيتها ولا واحد؟ شريتها لا وحدي. زين يعني. بالشط خذيتها ثقالات؟ بلوك استاذ. بلوك؟ يعني من داخل زين بلوكه شديتها بالقونية لو حطيتها بداخل القونية حتى انه؟ فوق استاذ. نعم؟ فوق من فوق هيك. لا لا عفوا. القونية خليتها بيها، البلوكة دخلتها داخل القونية وشديتها؟ لا خارج. 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 وذبيتها بالنار. تمام. نعم. بعدها؟ ذبيتها بالشط. بعدها؟ اي ذبيتها. هذا رجعت. وش سويت بعد؟ رجعت للبيت. وبعد؟ ثاني يوم قدمت بلاغ. ايش قلت؟ ايش قلت؟ فقدان استاذ. فقدان؟ نعم استاذ. زين انت هسه اول شيء لا خلينا نكمل وبعدين نجي سبب الجريمة. زين مو انتم انت عندك ولد. نعم استاذ. صح؟ عندك حياة زوجية عايش بيها. شنو التفكير هذا الحين؟ ليش تولد انه انت راسا انقلبت الى شخص مجرم وشوف الوضع اللي صح لو خطا؟ زين اسالك سؤال، انت هنا انحصرت في زاويه، شوف خل احكي لك، انحصرت في زاويه هي زاويه التحقيق ورا ما قبل لا تعترف من جيت اشتكيت، رحت اشتكيت على ضباط التحقيق، ايش قلت بالشكوى مالتك؟ ما اشتكيت استاذ. لا بلى والله استاذ مشتكي اليوم انت باعتبار انه ضباط التحقيق ما قاعد يقومون بالعمل الصحيح على اساس حتى تبعد جريمتك مو؟ استاذ ما مشتكي ورا ما مشتكي عليها. زين وقفتوا شلون من نزلتها؟ احكي لي هيش تفصيل اريد احنا لان هاي جريمه مهمه هاي هزت الشارع الحلاوي. نعم. صح سياده نعم اللواء؟ اي احكي لي اياها بتفصيل مو تقول لي كلمتين ثلاثه اعرف كل التفاصيل. شوف المشكله يعني هسه من تحكي انت تحكي لها برود يعني وكانما طير مو بشر عندك مو بشر جبته وحطيت له كرتونات وفوق ذبيت بنزين يعني اذا هيك الارواح تنقاس انه باعمالكم هاي اني يعني اقرا على الاسلام السلام حقيقه بالك وان شاء الله الاسلام باقي وان شاء الله باقي القوات الامنيه اللي تجيبك انت وتجيب غيرك صح كثير من الجرائم وبفضل السيد العميد محمد حسين جبار مدير الجرائم محافظ بابل وكذلك العقيد احمد هادي محمد اللي كشفوا هاي الجرائم وغيرهم من الضباط الاكفاء وهي دعوه للسيد وزير الداخليه اليوم انه يكافئ من يقوم بهذه الاعمال ويكشف الجريمه بوقت قياسي
والحقيقة المكافأة هي ما أقصد أنا مكافأة عينية أو غيرها بقدر ما هو الشكر والتقدير للسيد اللواء ومن هم في معيد. حقيقة هيك نماذج هيك أشكال ترتكب جرائم وكأنما دسولف وكأنما كل برود كل برود جبتها وقنقتها وذبيتها وحطيتها وحطيت كراتين أو جبت البنزين الجايبة يعني مشكلة. أنت كنت في وقتها في وعيك لو أكو غير أمور تشرب أنت حبوب تشرب خمور يعني كل وعيك شوف هسه تتجاوب بكل صراحة يعني تقول أنا بكل وعي بكل وضع يعني من مو صح بهيج حالة متزوجين بس حقيقة والله مرات أنا أدفع إذا بالذنب سيادة اللواء بغير أمور هاي طفلة يعني 2001 يعني حتى أنه ما أهله حتى في موضوع رغم أنه العمر تأهيل الزواج لكن أنه اليوم إذا ما تكون يعني ما أدري يعني شوفوا هاي نتائج تصير هاي نتائج أنه شنو صار وشون انقتلت. شوف هسه حتى احكي ليش ما تحكيش احكي قول أعزائي المشاهدين هذا الشعور بالذنب حاليا ما قاعد يكمل كلامه لأنه جريمة بشعة جريمة قتل وحرق ومنه زوج الزوجته على شنو على مجرد شكوك أنه بال 2018 كان اكو رقم تليفون يدق عليها بذاك الوقت وجابوهم وتبين أنه ولد خالته وما له مؤيد بالجريمة وجريمة ارتكبت وهزت شارع وهزت إعلام بهيج موضوع. حقيقة أنا هسه حتى أنه ما أعرف شلون أكمل. أعزائي المشاهدين مرحبا بكم مرة أخرى وبرنامج بصمة قانونية اليوم حقيقة وهي حرارة الشمس العالية ومع السيد قائد شرطة بابل والسيد ضابط التحقيق وكل الضباط وكل أفراد الشرطة معنا اليوم. هذا مسرح الجريمة اللي انحرقت به شابة بريئة من قبل منه من قبل زوجها وليش وشون الأسباب هسه راح يمثلها مسرح الجريمة راح يشوفون ليش. خلي تفضل هنا خلوه استرسل خلوه تركش. يا مواليد انت 93 شنو الجريمة المسوبة لك بحرق زوجتك وشنو حقائق الامور صرف انها من الالف للياء حتى المشاهد يعرف. نعم استاذ اول شيء احنا حاليا بالمسيب. نعم استاذ موجودين وهذا النهر شو ذكرك هذا النهر بيمن هو انا استاذ شمرت انت شمرت هنا. نعم استاذ نعم يلا هسه احكينا استاذ اخذتها من البيت للزيارة بسدة الهندية مو؟ نعم استاذ نعم بيا منطقة البرقة اسمها؟ برقة. نعم يلا هيك احكي لي انت بعد انا ما لي علاقة غير طلعنا انت بالمنطقة طلعنا تعرف طلعنا للزيارة ورا ما زرنا ورجعنا ناب رجعت اخذتها على طريق مقطوع اي على الفرات اي قتلتها استاذ اي خنق وذبيتها من السيارة وحرقتها وناب رجعت شمرتها بالشط. لا هذا الكلام مو هالشكل احنا كشف دلالة هسه طالعين وياك احكي لنا من اول ما اجيت شلون هسه السيد اللواء راح زين انت من رجعت لابنك وامه انت حاركه وانت قاتلها صح؟ ما باوع لك وقال لك انه ايش قد هو سنه ونص ما يحكي ما يعرف لا حول ولا قوه مو ورجعت صح لو خطا؟ صحيح ما باوعت له ما تذكرت في موقف انت تحرق ام هذا الطفل عنك يا زوجتك هي ام هذا صح لو خطا؟ صحيح اعزائي المشاهدين انا مضطر ان انهي كشف الدلاله لان شفتوا جريمه توجع القلب زوج يقتل زوجته مو بس قتل حرق. ما يسعني أن أقدم شكري وتقديري إلى السيد وزير الداخلية الأستاذ عثمان الغانم وكذلك الوكيل الأقدم فريق عماد وكذلك السيد اللواء مدير عام شرطة البابل وكذلك كل ضباط التحقيق. أول ما بلش وياه رفعني فلقة اثنين صعدوا على شتوفي يريدوني يطقون ظهري هاي الحكي عيوني مشدودة ويدي مشدودة لورا ما أشوف كل شيء بقبر تشني طبيت لهذا قلت له عمه ما قاتل ظليت أحكي وياه اريد من عنده اريد بس يحكي وياي قال هذا الحكي ما مسموح به قلت له تريد اجيب لك شهود من الدوله ما تعترف بها اللي كان وياي قال لا هذا الحكي لا اريد شهود ولا اريد دوله قلت له عاد شو تريد قلت له انا جاي اقول لك ما قاتل اقول لك انا بريء تقول لي لا انت القاتل يعني قوه تخليني انا القاتل قال هذا الحكي ما مقبول اجيب امك واجيب اختك واجيب عماتك واجيب ابوك الرجال الكبير وكلهم اخواته كلها بسن بنطلون واساليب التعذيب صارت وياك نسويها وياهم انا لزموني كهرباء جسمي كله كهرباء ورجلي يرفعوني فلقه ويظل يدق بيها بالفلقه اخر شيء وقعت قام يشتغل النوب بالكهرباء حتى هذا ظفري انشلع يعني واحد انشلع واحد بعد ازرق لان ظفري اثار هذا هاي هذا هنا اثار هنا بيدي
قلت له سيدي اخر شيء للسنتين بالليل، للسنتين بالليل اعترفت. اعترفت على شنو؟ اعترفت انا قاتل. ما يسعني ان اقدم شكري وتقديري للسيد وزير الداخليه الاستاذ عثمان الغانم، وكذلك الوكيل الاقدم فريق عماد، وكذلك السيد اللواء مدير عام شرطه البابل، وكذلك كل ضباط التحقيق